السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات دبلوم تعليم الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية. مرحبا بكم في إحدى حلقات في بيتنا مدرسة من قناة التعليم الفني في التلفزيون المصري. أبنائنا وبناتنا إن شاء الله داخلين على سنة جديدة إن شاء الله بالتوفيق، وربنا يحمينا جميعا ويحمي أهل مصر كلهم بإذن الله، ويعدي المرحلة دي على خير بإذن واحد أحد. أبنائنا وبناتنا في حلقاتنا النهاردة والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنبتدي نعرف أبنائنا وبناتنا اللي طالعين الصف الثالث ثانوي الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية بالمواد إن شاء الله اللي هيدرسوها هذا العام، وبالتوفيق لكم جميعا والنجاح بإذن الله. في حلقاتنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتعرف على مادة الآلات الكهربية والوقاية، وهي أحد المواد زي ما بنقولها كده التقيلة في مناهجنا هذا العام. سنة تالتة إن شاء الله هندرس حوالي 7 مواد، هنتعرف على مادتين منهم الآلات الكهربية والرسم، والزملاء الأفاضل معانا في هذا البرنامج هيعرفوا بقية المواد وهم ناس أفاضل بإذن الله. المواد اللي هتدرسها حضراتكم إن شاء الله هذا العام اللي هي طبعا الرسم، احنا عارفين إن الرسم مادة أساسية لجميع طلبة التعليم الصناعي، لجميع الأقسام بياخدوها أو بتدرسها إن شاء الله من الصف الأول والثاني والثالث، وإن شاء الله بإذن واحد أحد لما تكملوا المعاهد والكليات بتاعتكم، وبالتوفيق لكم جميعا. مادة الرسم تعتبر مادة رئيسية لجميع التخصصات لأنها بتعبر عن اللغة التي يتعامل بها المهندس مع المنفذ في عملية الإنتاج، ودي احنا قلنا تعريف مادة الرسم الفني. في مادة كمان بالنسبة لقسم التركيبات والمعدات الكهربية ألا وهي مادة التحكم المنطقي المبرمج، وهي أحد المواد المضافة حديثا خلال 8 سنوات أو 9 سنوات الماضية لارتباطها بالتطور العلمي الحديث وارتباطها كمان بسوق العمل. مادة جميلة جدا والمواد كلها بتكمل بعضها. في مادة كمان اللي هي مادة إلكترونيات القوى، وهي مادة برضو بتطابق التطور العلمي اللي حاصل في الحياة العملية، ودول أساتذتنا وخبرائنا في الوزارة مستمرين في التطوير للمناهج إن شاء الله. السنة الجاية في تطوير أكتر واللي بعدها في تطوير أكتر، بيربط الطالب باحتياجات سوق العمل مع المتابعة العلمية في البحث العلمي. في مادة التخطيط، ودي بتدرس كيفية إدارة المشروعات وإزاي تعمل في الباب الخامس والسادس المقايسات اللازمة زي مقايسة كابل مادة كابل أو مقايسة شقة سكنية. في التطبيقات التكنولوجية اللي هي كنا بنقول عليها زمان الميكانيكا، بندرس فيها حاجة زي الرياضيات كده اللي هي التروس والسيور والآلات البسيطة والاحتكاك. أما مادة الآلات الكهربية والوقاية اللي احنا بسدد حلقتنا النهاردة، هي تعتبر من المواد عالية الدرجات شوية، هي ومادة الرسم. مادة الآلات الكهربية من 60 ومعها مادة المعمل، الاتنين مكملين لبعض اللي هم 20 درجة معمل الآلات الكهربية والوقاية. يعني مادة الآلات بمعملها ب80 درجة زائد الرسم مادة الرسم من 80 درجة، فيعتبروا مادتين تقال في الدرجات. مش بقول كده عشان حضراتكم تركزوا عليهم وتسيبوا بقية المواد، لان طبعا المجموع ما بيجيش على مادتين، بيجي على كل المواد للتخصص والمواد الثقافية زي الانجليزي والعربي والرياضة. ابنانا وبناتنا مادة الالات الكهربية والوقاية بتدرس من اسمها الات المشين. ايه هي الالات اللي هتدرسها حضراتكم هذا العام لتكملة ما درستوه الاعوام السابقة؟ اول آلة هتدرسها هذا العام اللي هي المولدات التوافقية سينكريوس جينيريتور. احنا بنقول الالفاظ الانجليزي لان ان شاء الله ما تكملوا معاهد وكليات بتبقى الدراسة متعمقة اكتر في الحل. المولدات التوافقية معنى كلمة مولد، نخدنا في العام السابق في الصف الثاني آلات الطيار المستمر لتوليد الطيار المستمر، لكن هذا العام إن شاء الله هندرس المولدات المتزامنة التوافقية
لتوليد التيار المتردد الثلاثي الأوجه. طب في توليد تيار متردد وجه واحد؟ اه فيه، بس حضراتكم درستوه في العام السابق اللي هو الصرف الثاني. المولد هنعرف يعني ايه مولد. جنريتور في الحالة العملية بنقول عليه دينامو، دينامو العربية، بس ده مولد تيار مستمر. بنقرب وجهات النظر. هندرس فيه نظرية العمل، تركيبه، المواد أو الآلات اللي بتديره، لأن المولد لما نقول نظرية العمل هنعرف في حاجات معينة. هندرس كمان في كيفية بدء أو كيفية تنظيم سرعته، كيفية تنظيم الجهد بتاعه، حالات المولد إمتى نحمل وإمتى ما نحملش، حالات إزاي أدخل المولدين مع بعض على التوازي عشان أرفع كفاءة الشبكة. تعرفين الزيادة السكانية والمباني هنبتدي بتعمل زيادة، بدل ما نبني محطة جديدة بندخل مولدات، دي بنسميها التوافق. ازاي نعمل حماية للمولد الدينامو اللي شغال على الشبكات؟ ازاي نغذي ملفات الاقطاب للمولد التيار المستمر؟ ازاي نحسب القوة الدفع الكهربية للمولد؟ وازاي نعرف العوامل المؤثرة على جهد المولد؟ الكلام ده كله في باب المولدات التوافقية. الباب الثاني اللي هو معاه تاني المحرك التوافقي سنتريوس موتور، وده من احد المحركات المهمة جدا في الحالة العملية. طبعا له اسماء كتير، محرك التوافقي او التزامني او المحرك المكثف متزامن. هناخد فيه برضو تركيبه، كيفية بدء حركته واستخداماته، وهو من احد المحركات المهمة جدا في الحالة العملية. بعد كده الباب الثالث ان شاء الله اللي هو باب المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. محركات الثلاثية الأوجه اللي هي الاستنتاجية اللي احنا شغالين بيها في الحياة العملية، حضراتكم هتلاقوها في الورش، هتلاقوها في بعض المحلات، بعض الورش الخارجية، المصانع كلها شغالة ثلاثية الأوجه اللي هي اندكشن موتور. هنبتدي نعرف مكونات المحرك، بيتكون من ايه او بيتركب من ايه، كيفية تشغيله، ليه دايما بنبدا حركته ببعض الطرق المعينه، نعرف عنه حاجه اسمها الانزلاق، ونعرف ازاي نحمي هذا المحرك. بعد كده الباب الاخير اللي هو الباب الثالث، المحركات الاستنتاجيه ذات الوجه الواحد، ودي تنقسم الى نوعين، اللي هي ذو القطب المظلل، ثم ذو مقاومه البدء، ذو مكثف البدء، ذو مكثف التشغيل، حوالي خمس انواع. وهناخد معاهم كمان الجزء الثاني، المحركات التيار المتغير ذات عضو التوحيد، اللي هي المحرك التوالي العام ومحرك التوالي، ثم المحركات التنافريه، واخيرا اللينر موتور اللي هو المحرك الخطي. المحرك الخطي يمكن بيستخدم في مصر حاليا كتير جدا، هي اللي هي القطارات المعلقه اللي احنا بنسميها المونوريل. ابنائنا وبناتنا دي نبذه صغيره جدا عن منهج ماده الالات لهذا العام. أتمنى إن شاء الله إن احنا هنبتدي ناخد أجزاء منها، نعرف أبنائنا وبناتنا ونسترجع معلوماتهم، لأن احنا المناهج مبنية على إنك بتبني على الدراسة في الأعوام السابقة لإنتاج خريج حضرتك وحضرتها، خريج ماهر قادر على التعامل مع الحياة العملية بعد الدراسة مباشرة، وده أساس تطوير المناهج اللي بيحصل في وزارة التربية والتعليم. إنتاج فني ماهر قادر على التعامل مع الحالة العملية والتطور العلمي الحادث في الدنيا. أبنائنا وبناتنا تعالوا نشوف مع بعض أول جزئية في مادة الآلات الكهربية والوقاية، اللي هي المولدات التزامنية أو التوافقية. العنوان بتاعنا بيقول هذا الكلام عشان نبدأ ونراجع مع بعض قبل ما ندخل على العام الدراسي إن شاء الله. هنقول المولد التوافقي، ابسط حاجه الدينامو الصغير بتاع العجله عباره عن ايه؟ ده بدايه التصنيع، بدايه النشاه بتاعتها. ازاي ننشئ تيار من مغناطيس وملف ومعاهم حركه؟ كده يبقى هنقول قانون فاراداي. فاراداي للمولد، وهنقوله هذا الكلام مكتوبا على شاشتنا الجميله هنا، وهنبتدي ناخد جزء جزء في المنهج. طبعا هنمر عليه مرور الكرام، مش هنشرح بالتفصيل، ولكن بنعرف أبنائنا وبناتنا المادة العلمية
ليه؟ حضراتكم إن شاء الله قبل ما تبدأ الدراسة ممكن تطلع وتزود ثقافتك، وده المطلوب في إنتاج هذه الحلقات الإثرائية من التلفزيون وقناة التعليم الفني. نحن بنحضر أبنائنا وبناتنا إن المناهج اللي هتدرسها 1 2 3 4، وزملائنا الأفاضل في بقية المواد هيقولوا هذا الكلام في كل واحد في مادته. حضرتك هتعمل إيه؟ وحضرتك هتبتدي تدور على الكتب، إيه اللي يفيدك في هذا المنهج، وتبتدي تعرف إيه التطور اللي حصل في هذا المنهج، وتبتدي تنمي أفكارك، بحيث إن شاء الله لما تخش منهج أو تخش العام بداية العام الدراسي عندك خلفية كاملة عن المناهج اللي هتدرسها، وكمان بكتر القراءة والتعامل مع السادة الأفاضل المدرسين في المدارس تبتدي تنمي قدراتك العقلية والذهنية في هذه المادة والعملية أيضا كمان، وبالتالي نصل إلى الهدف المنشود: خريج طالب فني ماهر قادر على التعامل مع آليات سوق العمل بالمنهج الحديث والتطور العلمي. تعالوا نشوف مع بعضنا أبنائنا وبناتنا المولدات التزامنية أو التوافقية. بدايتنا بنقول يعني إيه مولد؟ المولد هو آلة كهربية تحول الطاقة الحركية والميكانيكية لطاقة كهربية. طيب ده التعريف العام اللي احنا قلناه. تبنى نظرية توليد التيار المتردد على قانون فاراداي للمولد الذي ينص على أنه لو احنا قلناه هنا بهذا الشكل: إذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فإنه يتولد به قوة دفع كهربية لإيقاف الكاف تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع 90 درجة. طيب احنا عارفين القانون ده مش مهندس وقلناه وشفناه. طب حضراتكم ايه رايكم نمثله مع بعض كده بايدينا؟ بقول تعريف المولد هو اله تحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. عارفين؟ طب حاضر يا سيدي، كويس ان انتم محضرين. قانون فاراداي: اذا قطع موصل، لو انت مثلته معايا بايديك كده من عمرك ما هتنساه. ازاي؟ اذا كلمه قطع يعني حركه، رقم 2 موصل، رقم 3 ساحة مغناطيسية، تتولد قوة دفع كهربية تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع 90 درجة. هقوله تاني على اعتبار ان احنا شرحناه في الحلقات في العام الماضي: إذا قطع يعني حركة، رقم 2 موصل، رقم 3 ساحة مغناطيسية. طبعا خد بالك ان الزوايا هنا 90، وهيبتدي نشرحها ان شاء الله أثناء العام الدراسي. قطع موصل ساحة مغناطيسية تتولد قوة دفع كهربية تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع 90 درجة. أسأل سؤال كده للتنشيط: ما هي العوامل التي تتوقف عليها إنتاج القوة الدفع الكهربية؟ أول حاجة تقول لي إيه؟ الحركة، طول الموصل للساحة المغناطيسية تتولد القوة الدفع الكهربية. يعني هنا ما بنعتمدش على الحفظ، بنعتمد على الفهم المادة وتمثيلها للواقع اللي قدام مننا. طب ايه رأيكم نقول هذا الكلام مع شاشتنا؟ حد يسبقنا ويقول لنا ايه؟ طب تعالوا نشوف مع بعض كده. العوامل اللي توقف عليها استنتاج القوة الدفع الكهربية في موصل وهي كالآتي: 1، برافو عليك، حركة الموصل ويرمز لها بالرمز N، تمام، وحدتها اللفة على الدقيقة. رقم 2، طول الموصل ويرمز لها بالرمز L، تمام، وحدتها طبعا المتر. رقم 3، كثافة الفيض المغناطيسي اللي هي الفاي أو البي، ويرمز لها بالرمز وحدتها متر على الثانية، أو ويبر على المتر مربع أو التسلا، ويبر على المتر مربع أو التسلا. خدنا كم حاجة؟ 3 حاجات: طول الموصل وحركة الموصل وكثافة الفيض المغناطيسي. طيب لو قلنا هنا معاهم جيب زاوية القطع ويرمز لها بالرمز سين أوميجا تي، السرعة الزاوية W بالنسبة لي، حيث التي الزمن الدوري. معنى هذا الكلام إن أنا عندي قانون فاراداي أو كلمة التطبيق بتاعه نظرية فاراداي 5 حاجات. إيه هم ال5 حاجات؟ قلنا أول حاجة إذا قطع يعني حركة، رقم 2 طول الموصل، رقم 3 الساحة المغناطيسية، رقم 4 استنتاج القوة الدفع الكهربية، رقم 5 جيب زاوية القطع. يبقى 5 حاجات أنا محتاج منهم إيه؟ محتاج منهم القوة الدفع الكهربية.
يبقى لو قال لي العوامل توقف عليها اكتب له الاربعه التانيين. ودي احدى صيغ الاسئله اللي بتبقى موجوده في الامتحانات ان شاء الله. الكلام ده هيسوقنا ابنائنا وبناتنا لحاجه ان شاء الله اللي هو الباب الثالث. انا قلت قانون فرضاي هنا كام حاجه؟ 5. طب كويس، قولهم تاني كده. هتقولي الحركه، طول المواصل، الساحه المغناطيسيه، القوة الدفع الكهربية، جيب زاوية القطع. ده قانون فرضاي للمولد لو انا عايزه للمحرك. قانون فرضاي للمولد، اذا قطع مواصل ساعه مغناطيسيه فانه يتولى قوة دفع كهربية تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع كام؟ 90. بص بقى الترتيب بتاعك للباب الثالث، وده ربط المناهج ببعضها. لو انا عايز قانون فرضاي للمحرك، قانون فرضاي للمحرك، هتقول لي ايه المحرك ده؟ انا هدي له كهرباء يشتغل. برافو عليك، لو تحويل الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه، صح. موتور الميه تدي له كهرباء بيشتغل. قانون فرضاي للمحرك بيقول لي، هيقول لي هنا اذا وضع موصل يحمل تيارا كهربيا في مجال مغناطيسي فانه تنشا قوه تعمل على تحريك هذا الموصل. كده قانون فرضاي للمولد او للمحرك، يفرق معاها فهمك للقانون ازاي تكيف القانون او تقوله بالنسبه للمنطوق سواء للمولد او للمحرك. اذا وضع موصل يحمل تيارا كهربيا في مجال مغناطيسي فانه تنشا قوه تعمل على تحريك هذا الموصل. يبقى قانون فرضاي سواء للمولد او للمحرك تقدر تنطقه بتغيير المنطوق بتاعك، وتبقى هنا المنهج بتاعك كله بالكامل في هذا القانون وتبتدي تبني عليه. بنقول الكلام ده عشان المنهج يبقى سهل بالنسبه لك، وتبقى الطريقه بالنسبه لك في التعامل طريقه الفهم وليس الحفظ. الحفظ دي بتبقى حاجات معينه. طيب ايه حضرتك بتكلمنا عن المولد، شكله ايه او طريقته ايه؟ شاشتنا الجميله طلعت لنا رسمه جميله قوي بتقول هنا ايه المولد عباره عن ايه. قطعتين مغناطيس، قطعتين مغناطيس نورث اند ساوث، شمالي وجنوبي. اللون الاصفر ده اللي هو الملف بتاعي اللي انا هستنتج فيه القوه الدفع الكهربائيه، ودي حلقات التوصيل اللي هاخد منها الكهرباء، تمام. هنا ده المحرك الخارجي اللي هيدور الملف، يبقى انا عايز دي لابد ان يكون في حركه. انا شغلت المحرك او الاله الخارجيه، الملف دار، قطع خطوط الفير المغناطيسي، تولدت على اطراف هذا الملف اللي عن طريق حلقات التوصيل والفرش الكربونيه كهرباء او طاقه كهربيه خدتها الى الدائره الخارجيه اللي هي تمثل اللمبه او الحمل اللي عندي. يبقى هو وفر هنا الساحه المغناطيسيه، وادي طول الملف، وادي الحركه. ثلاث قواعد اساسيه في قانون فرضاي طلع من هنا او استنتج منها القوه الدفع الكهربيه اللي حضرتك بتستخدمها في الاناره وما الى ذلك. دي ابسط صوره ل المولد الكهربي، قطعتين مغناطيس وملف وآلة خارجية. طب أنا عايز استنتج القوة الدفع الكهربية واستنتج الموجة الجاذبية. طبعا كلنا عارفين يعني ايه ساين ويف، اللي هي الموجة الجاذبية. أوضاع المواصل لو انت خدت بالك هنا طالع من الصفر ثم إلى 180، أقصى قيمة طبعا هتكون عند زاوية كام؟ 90. وآدي بقية الموجة الجاذبية توصل لل 360 درجة. اقصى قيمه عند الزاويه 90، ودي هنغششها كده، هنقول لان ساين 90 بكام؟ بواحد. ساين 90 بواحد، معنى ذلك ان اقصى قيمه عندما تكون زاويه قطع المواصل لخطوط المجال زاويه 90 درجه. وده الكلام اللي احنا باين على الشاشه بالنسبه للتمثيل الموجي. خدت بالك من اقصى قيمه عند زاويه 90 درجه، حتى سواء بالموجب او بالسالب بهذا الشكل. لو انت خدت بالك كمان دوران المواصل بين الفيض المغناطيسي ومثلناه هنا بالرسمه اللي قدام حضرتك، لو انت بادئ من هنا ادي الزاويه بالنسبه لي زاويه صفر، لو انت طالع الموجه الثانيه الملف هنا تعامد على خطوط الفيض اصبحت الزاويه هنا كام؟ 90 درجه. معنى ذلك انها اقصى قيمة للقوة الدفع الكهربية المترددة الناتجة من المولد اللي هي عند زاوية كام؟ 90. يبتدي الموجة تنزل هنا
يبقى 180 الزاوية صفر. هتلاحظ على طول الرسمة هنا توازي خطوط الفيض المغناطيسي مع المواصل. ابتدت هنا الموجة تنزل للسالب، أقصى قيمة للقوة الدفع الكهربية عند القيمة السالبة عند زاوية 270، هنا تعامد المواصل على خطوط الفيض ومديني أقصى قيمة للقوة الدفع الكهربية بقيمة سالبة، إلى أن تصل الموجة الجاذبية للزاوية 360 درجة وهي توازي خطوط الفيض للقوة الدفع الكهربية للموصل، وبالتالي القوة الدفع الكهربية هتبقى القيمة صفر. خد بالك هنا كاتبين ان الاي ماكسيمم عند زاوية 90، هنا الاي ام اف بتساوي صفر، هنا بتساوي صفر عند 180، عند 270 هنا القوة الدفع الكهربية القيمة العظمى اللي هي الماكسيمم بالنسبة لي، ثم نهاية الموجة عند زاوية 360 درجة تبين ان القوة الدفع الكهربية بتساوي صفر. خدنا بالنا من الرسمة او الرسمتين اللي قدام مننا. لو انت خدت بالك الموصل مع خطوط الفيض الزاوية بالنسبة لي صفر، بقوة الدفع الكهربية بصفر لان صين صفر بصفر. بعد كده بتزيد 30 60 90، اقصى قيمة للقوة الدفع الكهربية عند زاوية 90، وقلنا السبب ان شاء الله هنشرحه في حلقاتنا القادمة، ان صين 90 بواحد. وبعدين بترجع لتاني للصفر عند زاوية 180، يبقى القوة الدفع الكهربية بتساوي صفر. تزيد تاني بس بالقيمة السالبة عند زاوية 270، وبالتالي أقصى قيمة للموجة الجاذبية عند زاوية 270 بالقيمة السالبة، وبعدين بترجع تاني إلى 360 بالصفر. طيب خدنا بالنا من طريقة الكلام ان الآلة او المولد لابد لهم الحصول على حركة. يعني احنا بنقول قانون فاراداي اذا قطع يعني المولد لازم له آلة مديرة، المولد لازم له آلة مديرة يعني لازم ادوره ولذلك قلنا ايه قانون في بدايته عشان نعرف يعني ايه مولد. اذا قطع نظرية العمل، قطع يعني محتاج ايه حركة. طب كل المولدات هتحتاج لحركة واحدة؟ لا طبعا، كل المولدات مش هتحتاج لحركة واحدة، استحالة طبعا. ترى الحصول مولدات تيار متردد على الطاقة الحركية. أبنائنا وبناتنا احنا كنا قلنا في بداية الحلقة قانون فاراداي إذا قطع، قطع يعني عايز حركة، يعني الدينامو عايز حاجة تدوره ما هو قانون فاراداي بيقول لك إذا قطع، قطع يعني لابد أن يكون في حركة. طب كل المولدات هتاخد حركة واحدة؟ طب تعالى نعدها مع بعض كده حتى بالحياة العملية. العجلة الحركة يدوية، حضرتك بتبدل العجلة بتدور بتدور المولد بتدور الملف بتاعك او المغناطيس بيطلع لك كهرباء، اللمبة بتنور. موتور العربية لما بتيجي تدور العربية المحرك بتاع السيارة بيدور بيدور معاه الدينامو فبيشحن البطارية وينور لك. طب مولدات الافراح، مولدات الافراح جاب لها محرك موتور تاني. طب السد العالي، السد العالي ده فيه شلالات مية اللي هي الطاقة الوضعية، مش كده ولا ايه؟ معنى ذلك ان لكل مولد آلة مديرة. برافو عليكم. احنا مقرر علينا هذا العام اربع انواع من الآلات المديرة. اول حاجة بالنسبة لي هنشوفها مع شاشتنا هنا كده بتقول ايه، طاقة الوضع عن طريق مساقة المياه ما بين قوسين السد العالي، ربنا يحمينا ويحمي بلدنا بيه ان شاء الله، صح؟ بستخدم او بستغل اندفاع المية بتدور التوربين بتاعي، التوربين بيدور يدور معاه مولدات السد العالي. السد العالي لما اتبنى في الستينيات كان تقريبا بيكفي 3/4 جمهورية مصر العربية طاقة كهربية. مع الزيادة السكانية ابتدت العلم يتطور فابتدوا يصنعوا مولدات تاني اللي هي عن طريق الطاقة النووية وطاقة الرياح. طاقة الرياح ودي بنشوفها وحاليا بيستخدموها عندنا في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية او الصحراء الشرقية، ان هما بيعملوا ايه؟ بيركبوا مراوح او اللي هي الاعمدة فيها المراوح. مع زيادة الرياح بتدور هذه المراوح بتدور معها على عمود ادارة المولد وبالتالي بنستخدم الطاقة الكهربية. شوف التطور استغل ايه؟ الطاقة النووية طبعا يمكن من تطورات البحث العلمي والتربية والتعليم في مصر أنشأوا مدرسة الضبعة النووية
انشاوا مدرسه الضبعه النوويه والتوسع لاخراج جيل قادر على التعامل مع التطور العلمي. هنا الضبعه، الطاقه النوويه، في كمان الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه، ودي معموله في محافظه اسوان، مدرسه كامله للطاقه الشمسيه وان شاء الله تزيد. فبقول لحضرتك وحضرتك ان احنا في التطور اساتذتنا وخبرائنا في المناهج بيحاولوا يوائموا الطالب بحيث يكون جاهز للانتقال لسوق العمل بالبحث العلمي الجديد. فعندنا طاقه الوضع اللي هي مساقط المياه، دي اللي هي من طاقات الاله المديره للمولد، وطاقه النوويه، وطاقه الرياح، ثم الطاقه الحركيه اللي هي بنقول عليها التوربين الهيدروليك. ده صور بعض الالات المديره للمولدات في الحياه العمليه، طبعا جايبين صور كامله. ولاحظ هنا الاله المديره بتبقى فين والاله المولد، والاثنين على عمود اداره واحد. صوره تانية من هذه الصور، دي بقى صوره التوربين من الداخل. لو لاحظت هنا التوربين من، شوف هنا المولد بالنسبه لي فين ملفاته وفين بالنسبه لك، وشوف العمال طبعا الاجهزه بتبقى واقفه، وهنا الصوره بالتوربين بتاعك اللي هو بيدور عن طريق الهواء او عن طريق الكهرباء. في صوره تانية اللي هي المولدات الاصغر شويه في القدرات، بيبتدي هنا يدورها عن طريق الات مديره زي المحركات الصغيره. ودي برضو من الحاجات التانية اللي هي ستيب موتور، بناخد منها بعض المحركات ونشغل بيها. ودي يعني هنقولها كده ببساطه موجوده في اللي هي اللي بيستخدموها في الافراح. بيجيبوا موتور عربيه قديم او موتور جرار، هتلاقي حتى الحاجات دي موجوده، ويجيبوا معاه الدينامو والاثنين يكونوا على عمود اداره واحد زي ما شايفين الصوره، وهتلاقي الاجهزه متعلقه فوق بحيث ان الفني بيقدر يشوف الامبير شد التيار، ويشوف الضغط، ويشوف الاحمال قد ايه عشان يوائم المولد. احنا بنقول عليه طبعا في الحاله العمليه موتور الكهرباء كده، ده هي بتبقى مجموعه مولد محرك، يعني موتور عربيه بيدور بالسرعه. هتلاقي الراجل حتى ماسك البنزين او الجاز بيدور الموتور، وبعدين يشغل معاه الدينامو المولد ويبتدي يستخدم سواء في الافراح او القاعات. دي بعض الصور اللي احنا قلناها للحاجات اللي موجوده اللي هي بنقول التوربينات اللي موجوده في الحياه العمليه. في عندنا حاجه زي التوربين المجري، يعني تاخد بالك بقى التوربين المجري بيبقى حاجه كبيره شويه، والصور دي بنقول بتدور او بتبين ازاي ان احنا بنستغل الطاقه الحركيه لاحداث او اخراج طاقه كهربيه عن طريق المولد التيار المتردد. ابنائنا وبناتنا تعالوا نشوف صوره، دي طبعا بالنسبه لي صوره مولد تيار متردد. هنا بالنسبه لي التركيب عباره عن ايه؟ التركيب عباره عن عضو ثابت وعضو داير. دي عايزين ناخد بالنا منها كويس. كلمه اله ماشين، عضو ثابت وعضو داير. العضو الثابت يشتمل 1 2 3 4، العضو الداير يشتمل 1 2 3 4. في مقارنات؟ في مقارنات. في انواع؟ في انواع. لكن احنا بنتفق على الخطوط العريضه لماده الالات. كلمه اله يبقى عندي جزء ثابت وجزء متحرك. لكن جهاز، ودي زملائنا الافاضل نبهوا علينا في حلقات الاسرائيليه قبل كده في هذه الحلقات في بيتنا مدرسه، كلمه جهاز، الجهاز ليس به اجزاء متحركه. بمعنى ايه؟ لما اقول تلفزيون، ايه التلفزيون المتحرك فيه؟ ده الصوره. والصوره ديت عباره عن اشارات، يبقى فيش اجزاء متحركه. زي ترانسفورمر، محول. المحول عباره عن ايه؟ جهاز كهرومغناطيسي ساكن. يبقى الفرق ما بين كلمه اله وكلمه جهاز. الاله فيها اجزاء متحركه، يبقى جزء ثابت وجزء متحرك. اما الجهاز فهو ساكن. هتقول لي بقى في اجزاء متحركه، ممكن اقول لك دي الموجات والاشارات وحاجات تانية هتدرسها في ماده الكترونيات القوى وماده التحكم المنطقي المباشر. ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ابنائنا وبنات المناهج مرتبطه ببعضها لانشاء او تخريج فني ماهر للتعامل مع سوق العمل المحلي. الصوره اللي قدام مننا على شاشتنا عباره عن ايه؟
صورة كاملة متكاملة عاملين فيها قطاع ومبينين الأجزاء الداخلية للمول. طبعا احنا مش هنقول التركيب بالكامل، ولكن بنبين الشكل العام للدينامو أو المول التيار متردد. تعالوا نشوف مع بعض بقى شكل الموجة الجيبية للتيار المتردد الثلاثي الأول. لخدنا شكل الموجة للوجه الواحد وشفناها بالطريقة ازاي. الموجة بالنسبة لي بهذا الشكل لابد ان يكون عندي ثلاث ملفات، احنا قلنا ثلاثية الاوجه. خد بالك من الالوان بينها لنا شاشتنا هنا، واحد اتنين ثلاثة، ثلاث ملفات. خدنا الكلام ده في الصف الثاني، احنا بنعيده على اساس تذكرة ابنائنا وبناتنا. ثلاث ملفات، الزاوية من كل ملف والاخر او كل وجه والاخر. شبابنا صحيين قوي فعلا، 360 على 3 فيها 120 يا فندم، صح. بناتنا فين؟ طيب صحيح. يبقى انا عندي ثلاث اوجه بثلاث ملفات. طرق توصيل الملفات دي هنشرحها فيما بعد. يبقى انا عندي هنا الثلاث اوجه، الفرق بين كل وجه والاخر، برافو عليك، زاويه 120 درجه. جت منين؟ الزاويه الدائريه 360 على ثلاث ملفات تديني 120 درجه. ناخد بالنا قوي من الكلمتين اللي هنقولهم. الزاويه بين كل وجه والاخر 120 درجه في ثلاث اوجه. الزاويه القطبيه اللي ما بين الاقطاب 180 درجه. تفرق قوي؟ اه تفرق كتير جدا طبعا. دي زاويه قطبيه ودي زاويه وجه. زاويه قطبيه حاجه وزاويه الوجه حاجه تانية. يبقى الزاويه بين كل ملف والاخر في الثلاث اوجه 120 درجه. وشفنا شكل الموجه الجيبيه على شاشتنا ومبينا الفرق ما بين كل واحده والثانيه 120 درجه. طب ايه رايكم نشوفها بالاسهم؟ تعال نشوف شاشتنا مطلعها لنا ازاي. اه بص جميله ازاي. ادي الاي واحد الزاويه بتاعتي، الفرق بين الوجه والاخر 100 وكام؟ برافو عليك 120 120 120. لو انت حسبتها تلاقي زاويه دائريه 360 درجه. يبقى معنى ذلك ان عدد الملفات تقسم من الزاويه الدائريه 360 درجه. طيب تركيب المولدات التوافقية للتيار المتردد. احنا متفقين على عضو ثابت وعضو داير. اي آلة كهربية عضو ثابت وعضو داير. العضو الثابت يشتمل على ايه؟ هتقول لي الهيكل الخارجي اللي هو الاطار الخارجي. طبعا يصنع من مادة غير مغناطيسية. ليه؟ عشان ما يتأثرش بالمجالات. يعني دي الف ذي كهرباء. بدليل انك بتحط ايدك على المحرك وهو شغال، انا بقول للمحرك او المولد حط ايدك عليه ما تتكهربش. لكن لو ماده مغناطيسيه اتاثرت بالمجال المغناطيسي مش هتقدر تقرب جنبه. احنا عايزينك تبقى فاهم خارج من الدبلوم رايح المعهد او الكليه او لسوق العمل تقيل في مادتك العلميه، فاهم يعني ايه الحياه العمليه شغاله ازاي، فاهم قسمك وتخصصك كل حاجه فيه، تبقى عندك خلفيه تامه تقدر تشتغل على طول، مش لسه هتتدرب تاني. يبقى المولد عباره عن تركيبه عضو ثابت وعضو داير. العضو الثابت يشتمل على هيكل خارجي ثم رقائق العضو الثابت. وطوسنا برافو عليكم، بلدنا صيح يوم من شرائح الصلب السيليكون يا مصر. عارف ان انتوا خدتوها السنه اللي فاتت في الصف الثاني. جميع الرقائق من الصلب السيليكوني لتفادي التيارات الاعصاريه وتقليل مفاقيد الحديديه بالنسبه لاي اله او جهاز. اي اله او جهاز. رقم ثلاثة الملفات هي ملفات العضو الثابت، واحنا قلنا ملفات يعني ثلاث اوجه، لان احنا بنشرح المولدات التوافقية الثلاثية الاوجه. يبقى العضو الثابت تاني يشتمل على الهيكل، قلنا يصنع، برافو عليكم، من مادة غير مغناطيسية. رقم اثنين رقائق العضو الثابت، رقم ثلاثة ملفات العضو الثابت. ده العضو الثابت. رقم اثنين العضو الدائر. العضو الدائر في المولدات هينقسم لنوعين. وفي مقارنة. في مقارنة بين العضو الدائر الأقطاب البارزة والأقطاب العطسة. وفي منهجنا في مادة الآلات في حوالي 3-4 مقارنات. لازم نفهمهم ونذاكرهم كويس من دلوقتي. لأن دول بيبقوا أحد أسئلة الامتحانات اللي بتيجي لابد إن هو يجيب لك مقارنة في أي امتحان وخشوف الامتحانات السابقة لمادة الآلات. أول مقارنة هتاخدها في باب المولدات اللي هي المقارنة بين الأقطاب البارزة والأقطاب الغطسة للعضو الداير. تعالوا نشوف شاشتنا كده، هنقول الكلام اللي احنا قلناه ونكتبه مع بعض. تركيب المولدات التوافقية للتيار المتردد. ايه
ايه رأيكم بقى؟ جبنا لك المولد من اوله لاخره، العضو الثابت من بره خالص، الهيكل، وطبعا الحاجات دي كلها هنشرحها ان شاء الله في حلقاتنا في اثناء السنة الدراسية. العضو الثابت، وادي ملفات العضو الثابت من جوه، وبعدين ادي العضو الداير. خدت بالك كده، العضو الداير ملفات، لان اقطاب، احنا قلنا اقطاب غطسة واقطاب درسة، وادي حلقات الانزلاق بالنسبة لي، وادي عمود الدوران. الشكل العام ده طبعا تركيب المولد من اوله لاخره. يمكن احنا لو جبناه هنقول لك عنه، لكن احنا بنقول كلام عام للتعريف بمادة الالات. العضو الثابت هو العضو الذي يحمل الملفات التي يتولد بها التيار الكهربي. العضو الثابت بهذا الشكل. احنا طبعا فسرنا الرسمة الكبيرة على اجزاء صغيرة. ده العضو الثابت، وادي الملفات اللي بتوضع هنا لتاخد منها او تستنتج منها قوة دفع الكهربي. طبعا دي رقائق العضو الثابت وهتتحط فيها الملفات. يتركب العضو الثابت من الهيكل، رقم 2 رقائق العضو الثابت زي ما قلنا، رقم 3 ملفات المنتج اللي احنا قلنا 3 اوجه، هتتوصل نجمة او دلتا، دي هنسألكم فيها ان شاء الله في حلقاتنا، لان احنا خدنا في سنة تانية مقارنة بين توصيلة النجمة والدلتا. اوعى تقولوا لي مش فاكرين، الناس اللي عايزة تكمل معاهد وكليات لابد انها تكون رابطة السنين ببعضها. احنا نسينا مصر، لا نراجع. امال احنا التلفزيون المصري وقناة التعليم الفني عاملة حلقات لهذا الكلام ليه؟ بنفكركم بالمنهج اللي درستوه في صف سنة تانية، بنوضح فقط، بعد كده هنشرح بالتفصيل، نوضح المنهج في سنة تالتة بيتكلم عن ايه. حضرتك هتبتدي تدور وتبتدي تشوف احنا كنا بناخد ايه، وكنا مثلا خدنا توصيلة النجمة والدلتا في سنة تانية، لا نراجعها، لان توصيلة النجمة ليها مميزات وتوصيلة الدلتا ليها مميزات. الكلام ده هينفع في مادة الرسم، مادة الرسم هيبقى فيه الكلام ده، يبقى لابد ان احنا نربط المنهج مع بعض. تمام؟ يبقى العضو الثابت تركب من هيكل خارجي، رقائق العضو الثابت ملفات المنتج. دخلنا على العضو الداير. احنا قلنا انواع العضو الداير في مولدات تار متردد نوعين، ذو اقطاب بارزة وذو اقطاب، الاقطاب البارزة. خدت بالك بقى هنا هنبتدي نشوف هنا حذاء القطب وازاي وصلت الوصلة الغنفرية او وصلة التعشيل لما اجي اعمل الرقائق مع العمود الدوران. بالنسبة لي بيبقى بهذا الشكل، اقطاب بارزة والملفات بالشكل ده. لو هو عملها على شريحة واحدة هتلاقي الملفات موجودة على جسم القطب بالشكل ده، وده حذاء القطب اللي هو حذاء الفرس. ذو الاقطاب الغطسة او في بعض الكتب بيسموها الاقطاب الاسطوانية، اللي هي هتبقى بالشكل اللي هنشوفه بالشكل ده قدام، اللي هي المبينة قدام مني، عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني، واحنا قلنا ليه، وتحفر او تشق في سطحها الخارجي مجاري طولية توضع بها ملفات الاقطاب على هيئة ملف اللي هي ملفات من النحاس المعدول، وتلحم اطرافها عن طريق حلقات الانزلاق والفراش الكربونية. ليه؟ لتغذيتها بالتيار المستمر، لان احنا هنا لابد اننا اغذي ملفات الاقطاب بتيار مستمر، وهنقول ليه في الجزء اللي جاي. ادي السؤال، واحنا قلنا في منهج مادة الالات في حوالي 3 4 مقارنات. اول مقارنة في باب المولدات، قارن بين العضو الداير ذو الاقطاب البارزة والعضو الداير ذو الاقطاب الغاطسة في المولدات التوافقية. طبعا مش هنجاوب هنا في هذه الحلقة، ولكن بنقول لك أهمية الأجزاء اللي موجودة. حضراتكم اللي عنده كتب، أخوه أو ابن عمه أو خاله هيجيب الكتب يقول له آه ده المستر قالها في التلفزيون في قناة التعليم الفني، في مقارنة هنا لازم نفهمها ونشوفها. يبقى حضرتك بتحضرها، وبعد ما بتحضرها بتروح المدرسة إن شاء الله في بداية العام الدراسي عندك خلفية، مش رايح راجع من الأجازة مفيش، لا ده أنت عندك خلفية بالمادة العلمية. ده المقارنة دي احنا شفناها في قناة التعليم الفني فعلا، ده في مقارنات تانية واحنا في حلقاتنا اللي جاية ان شاء الله هنبتدي نقول لكم عليها. احنا بنحضرك للعام الدراسي الجديد ان شاء الله. قانون فاراداي قلنا اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية، الساحة المغناطيسية ابنانا وبناتنا، ينفع بقى دينامو العجلة احط حتة مغناطيس والملف ان انا اخد منه كهرباء انور بيها مبنى زي مبنى ماسبيرو؟ لا
لا طبعا ده عايز مولدات كبيره قوي. طب المولد الكبير قوي ده هحط له حته مغناطيس؟ لا طبعا مش هيديني مجال مغناطيسي. قال طب نستغنى عنه ازاي؟ قال نشيل حته المغناطيس ونجيب زيه. يعني ايه بسرعه كده؟ لا، قطعه المغناطيس بالنسبه لي عباره عن ايه؟ مجال مغناطيسي دائم. يبقى انا لما اجيب زيه اجيب مجال مغناطيسي دائم ثابت. عملوها ازاي؟ قالوا نجيب ملفات، كويس، اللي هي ملفات الاقطاب، هنسميها قطب بقى. طب الملفات هتطلع مجال لوحدها؟ لا. طب هنغذيها بتيار. احنا عايزين ايه؟ شرط مجال مغناطيسي ثابت القيمه والاتجاه. قال نغذيها بتيار مستمر. نغذيها بتيار مستمر. طب لما غذيها بتيار مستمر هينشأ مجال مغناطيسي ثابت القيمه والاتجاه. يبقى انا كده عندي ايه؟ مجال مغناطيسي. يبقى عندي الحركه وزي ما قلنا انواع الاله المديره، وعندي المواصل اللي هي الملفات المنتج، وعندي الساحه المغناطيسيه اللي هي ملفات مين؟ الاقطاب. يبقى انا حصلت كده او طبقت قانون ايه؟ فاراداي بالكامل. طب معنى ذلك ان لكل مولد له طريقه للتغذيه. طب ما احنا قلناها في بدايه الحلقه، لكل مولد اله مديره تعتمد على قدرته ومكان استخدامه، هيستخدم في انهي مكان، القدره بتاعته قد ايه. يبقى عايز اله مديره من نوع معين، وعايز طريقه تغذيه من نوع معين، بشرط الكلام ده لابنائنا اقتصاديات التكاليف، اعلى جوده باقل التكاليف. ده من شروط تصميم او ديزاينر لجميع الالات، اعلى جوده باقل التكاليف. تعالوا نشوف مع بعض عندنا في مادة الآلات أربع طرق للحصول على التيار المستمر. أربع طرق للحصول على التيار المستمر. تعالوا نشوفهم مع بعض كده، واحد اتنين تلاتة أربعة، برضو مش هنشرحهم بس بنعرفك إيه هم. طرق تغذية أقطاب مولدات تيار متردد متزامنة. واحد، التغذية الخارجية، إن أنا أجيب بطارية زي العربية وأغذي الدينامو بتاع العربية وبعدين الدينامو يغذي البطارية مرة تانية. التغذية النفسية، ودي شرط فيها ان يكون في مجال مغناطيسي متبقي، وهقول لك ازاي دلوقتي. التغذية المركبة، ودي بنركب مولدين مع بعض. والتغذية بدون فرش، دي بتستخدم في مولدات السد العالي. اللي هحاول اوضحه لك التغذية النفسية لان انت هتربطه بالعام اللي فات. التغذية النفسية، اي مولد في الدنيا، وهوضح لك فيها شوية، اي مولد في الدنيا بيشتغل، بتيجي تفصل الكهرباء، الملفات من جوه بتحتفظ ببعض المجال المغناطيسي، بنسميها، برافو عليكم بناتنا قالوها، مغناطيسيه متبقيه. صح، مغناطيسيه ايه؟ متبقيه. طب ازاي؟ وضحها لنا اكتر. ما انتوا خدتوها سنه ثانيه وسنه اولى. ماشي، حاضر. حضرتك وانت بيجي تشيل الكهرباء من التلفزيون، بتطفي التلفزيون بتشيل، هل الكهرباء بتقطع ولا بتجمع؟ لا بيتجمع. معنى ذلك المعدن في بعض المجالات المغناطيسية بيتشعدوا. طب بطريقة أبسط يا مستر، حاضر. حضرتك بتشغل الراديو، بتيجي تشيل فيشة الراديو، الراديو بيسكت خالص ولا في كلمة أو كلمتين بتاخد تقريبا جزء من الثانية بيستمر؟ بياخد. ما هي دي المغناطيسية المتبقية في الملفات، بتبقى فبتطلع وبتكمل. طب أنت هتستفيد من المغناطيسية المتبقية دي؟ أستفيد. هستفيد إزاي؟ هقول ازاي بقى؟ هقول حضرتك انا هشغل المولد بدون تيار تغذيه. هشغل المولد بدون تيار تغذيه. هتطلع قيمه للقوه الدفع الكهربائيه صغيره جدا. برافو، مغناطيسيه متبقيه اشتغلت. اخد هذه القوه الدفع الكهربائيه اعمل لها عمليه توحيد. اعمل لها عمليه توحيد. تمام؟ اصبح في قيمه ولا ما فيش قيمه؟ في قيمه. وابتدي اغذي بيها ملفات الاقطاب مره ثانيه. اصبح ملفات الاقطاب هنا اتغذت ولا ما اتغذتش؟ اتغذى، يبتدي انتاج القوه الدفع الكهربائيه يزيد وهكذا. ولذلك بنسميها منها فيها، يعني كلها في بعضها تعتمد على وجود المغناطيسيه المتبقيه في ملفات الاقطاب. انا وضعت التغذيه النفسيه ليه؟ لان حضرتك درستها العام الماضي في الات التيار المستمر، مولدات التيار المستمر ذو التغذيه النفسيه، على اساس نربط المناهج مع بعض. لكن بقيه التغذيه المركبه والتغذيه بدون فرش هنشرحها ان شاء الله في حلقاتنا. جزء تاني من المولدات اللي هي الجزء الرياضي،
اللي هي معادلة القوة دفعة الكهربية. احسب، انت راجل مهندس وراجل فني، انت عايز تشوف الدينامو ده بيطلع كهرباء قد ايه، ففي عملية رياضية وعملية حسابية. يعني انا ما بقولكش مش بنفرجك على الآلة ونقول لك صلحها، لا ده انت كمان بتفكر الكهرباء دي لو اديت هنا تيار مستمر قد ايه يطلع لي كهرباء قد ايه، طب الفاقد قد ايه. راجل فاهم، راجل تقيل، مش واخد قاضي بالشبه، راجل تقيل. لازم تاخد بالك من الكلام كويس جدا ان انت بتحسب هذا الكلام. معادله القوه الدفع الكهربيه شاشتنا مطلعها لنا على طول اهي، بتقول ايه؟ الاي بتساوي 444% في الفاي اللي هو الفيض المغناطيسي، في الاف اللي هو قيمه التردد، في الزد عدد اللفات لكل وجه، في الدي اف والبي اف معامل الخطوه ومعامل التوزيع. لابد ناخد بالنا ان احنا هنبقى فيه كمان مسائل. ايه تاني بالنسبة لك في المولدات اللي هي بنقول عليها هنا؟ خدت بالك؟ بص بص شاشتنا عملت ايه؟ معامل التوزيع، معامل خطوة التردد، الفيض المغناطيسي، عدد اللفات لكل وجه، ومعامل الشكل للموجة الإيجابية اللي هي التفنيطة بتاعت معادلة القوة الدافعة الكهربية. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه الجزء التاني في المولدات. ازاي انظم الجهد في المولدات المتزامنة؟ انظم الجهد امتى؟ استخدم المحطة بكامل قوتها، وامتى استخدم بنص قوتها، وامتى استخدم بدليل ان في ساعات الذروة عندنا في جمهورية مصر العربية الساعة 6 مساء مثلا المحلات كلها بتشتغل، والمواصلات والتلفزيونات والرضاوي، دي بنسميها ساعة الذروة. معنى ذلك ان جميع المولدات لابد انها تشتغل، فلازم الصبح تكون الطاقة اللي هتشتغل مولدين او ثلاثة، اخر النهار يبقوا 10 20 مولد شغالين. بعمل عملية تنظيم عشان احافظ على الكفاءة للمولدات، واحافظ كمان على استمرارية التغذية للمستهلك بجهد ثابت. حالة تحميل المولد، امتى حمل المولد؟ قال لي في عندي ثلاث حالات، حالة اللا حمل، وحالة الحمل، وحالة القصر، ودي عليها تجارب ان شاء الله في معمل الالات الكهربية والوقاية. جزئية مهمة جدا اللي جاية اللي هي انواع المفاقيد. لازم اعرف المفاقيد في المولدات عشان احسب الجودة، احسب المفاقيد والجودة بتاعتي. في عندي مفاقيد حديدية ومفاقيد نحاسية، ودي بتتحسب ان شاء الله. دي في بعد كده اهم نقطة في المولدات اللي هي التوافق، وده بنعتبره من احد الاسئلة المهمة جدا في امتحان اخر العام. ما هو التوافق؟ هي عملية إدخال مولدين أو أكثر معنى على التوازي. لماذا يتم التوافق؟ دي سؤال زي تنظيم جهد المولدات. وطرق التوافق، هناخد طرق التوافق باستخدام مصابيح واللمبات المظلمة واللمبات المضيئة ومحول التوافق وجهاز التوافق والتوافق الأوتوماتيكي. التوافق، أبنائنا وبناتنا بسؤالنا عن التوافق الهارمونيكس كان فاضل لنا عملية الحماية للمولدات. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في التعريف في مادة الآلات الكهربية والوقاية. النهاردة شرحنا باب المولدات أو عرفنا باب المولدات من أوله، كيفية توليد القوة الدافعة الكهربية وقانون فاراداي، وخدنا كمان طرق التغذية. أبنائنا وبناتنا إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا بالنجاح بإذن واحد أحد، وربنا يحمي بلدنا جميعا من كل وباء يا رب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.